كوشر من كازا 21 عام. محسن من كازا 33 عام. تعرفنا في واحد سال دو جو وكانت غات تقتلني بواحد البوشون شي غات عليا ببوشون ومن تما بدات العلاقه ديالنا. دابا حنا من دوك لي جون اللي كنلعبوا بول الوغ داك النهار باغازار مع كنا كنشوف بعض ديالتهم اللي كنت تحت ما دار بروميير بو صافي وكنت غنضربو بوشون جات باغازار ومن تماك بدينا كنتعرفوا وكنهضروا حتى تزوجنا. اي حاجه اي حاجه كنتشاركوا فيها كنكونوا الواحد حدا الاخر اذا ديما الواحد واقف مع الاخر كنشاركوا اي حاجه وكنوقفوا مع بعضياتنا هذه هي الحاجه الزوينه في الريلاسيون ديالنا الصراحه. بالنسبه لي انا كاينين بزاف د الحوايج اللي مشتركين بيناتنا اللي خايبين وحتى اللي زوينين يعني ماشي غير الزوين بجوجنا صبارين الحمد لله والى درنا الحاجه كنوصلوا ليها وفي نفس الوقت جوزنا عصبيين مي الحمد لله كل شيء كنتشابهوا فيه. بصراحة الزواج أنا اللي باغي من البداية ديال الريلاسيون ديالنا وبقينا غاديين توصلنا ليه. عمرها ما كانت يعني علاقة صداقة يعني من الأول كنا تعرفنا على بعضياتنا وبقينا بشوية بشوية كنتعرفوا على بعضياتنا حتى وصلنا لهاد النقطة هادي. كيف قال محسن هو الأول اللي يطلب الزواج هو الأول اللي كان باغي من نهار تعرفنا. يوتيوب وانستغرام كل شيء جا بارازا كان في البداية ديال الكونفينمون وحنا ديجا كنا كنديرو فيديوهات ولكن اللي كانوا غيبقاو بيناتنا ماشي شي حاجه اللي كنا كنديرو باش نبارطاجي ولا باش نلوحوها في التيك توك ولا نشاركوها مع الناس. كنا جالسين في الكونفينمون وانا نلوح قال لي محسن لوحي في التيك توك ما كنت كنتفرج فيه بزاف لحت وكنجمع اكثر من نص المليون ديال المشاهده ومن تما الناس بداو كيعرفونا وكان اليوتيوب تحت طلب ديالهم وصافي بحال هكا كبنا. الكونتينو ديالنا اذا كنحاولوا نبينوا العلاقه ديالنا بلا تمثيل ولا كنكونوا على طبيعتنا اذا هو الصراحه واحد الكونتينو اللي متنوع بزاف فيه اللايف ستايل لي فلوغ المقاليب الروتينات اي حاجه تقدر توقع لكم على بالكم ولا كنشاركوا معاهم نهارنا كيفاش كيدوز اون جينيرال هذا هو المحتوى ديالنا وان شاء الله غيكون الجديد من هنا لقدام. وي عندي مشكل في اللغه العربيه علاش انا ما كنتش كبر انا في المغرب كبرت في الطاليان ودابا بديت مازال واحد شويه كنهضر بالعربيه وما بقاش عندي مشكل بزاف خاصة تحول كوزر تعلمني من أنا القدام مازال العربية وين بديت كنشد هذا. الصراحة تبدلوا بزاف الحوايج زاد الثقة زاد واحد لو غيسبي زاد لامور زاد كل شيء صراحة زاد مرة زواج حتى عرفنا بلي صافي راه وصلنا لذاك الشيء اللي بغينا ومن تما كان شاء الله غادي نبداو حيت كنا باقي ما بديناش كانت هذيك غير واحد ليكسبيريونس باش انها تعاوننا باش نعرفوا واش نقدروا نبداو ولا ما نبداوش الحمد لله بدينا. نو ماما قالنا كنا مجوجين في واحد الكومنت كانت قالت هي راجلي اما هذا كان بنا الاحترام اللي كنديروا حنا بيني وبينه اذا انا كنت كنحسبها ديجا مرتي وانا كنحسبها مرتي وهي كتحسبني راجله ولكن ممرنا قلنا كنا ديجا مجوجين كنا كنقولوا مخطوبين اما مجوجين ممرنا ما قلنا حاولنا ديما نهضروا في اي فيديو ولا فلوق بالصراحه وممرنا ما قلنا شي حاجه ما كايناش. الصراحه كان شدني ستريس قبل من نهار يومين لوقت فاش كنت كنوجد راسي البنات رخفوا عليا شويه ونضحكوا ونشطوا ولكن من مورا عاوتاني بدا ستريس مي كل شيء زوين الحمد لله داز كل شيء زوين. نو غنبقاو في المغرب عادي ديجا كنا هضرنا فيها في البداية
اختارينا بسم الله نستقروا هنايا والحمد لله بغينا نكملوا حياتنا هنا في المغرب. كان واحد بزاف ديال الانتقادات سيرتو بنا بواحد الطريقه اللي ما كانوش متخيلين، يعني جينا بنا هكذاك و سيرتو حنا واحد لو كوب لي ميكس، يعني ماشي بزاف اللي مولفين يشوفوه هكذا، وكان واحد انتقادات على حساب مثلا لا كولور ديال لابو ديالي ولا الهضره ديال محسن ولا شحال من حاجه فينا. مي مع الوقت كتحيد حتى حنا فحال هكذا، وخاصهم يتقبلونا ان شاء الله فحال هكذا. هو صراحة كنقدر نقول غريب ولا لا، كل الاحساس ديالي انا كان عادي، حتىش كنقول عنصريه ما غاديش ندافع درشون بيان سو، داكشي اللي كنت كندير لا انا لا محسن. فلو كان كيبقى فيه الحال مثلا كيقول لي ما كاينش، لاش راه ما كيهضر غير اللي حاسدك ولا غير اللي ما باغيكش، دونك داكشي اللي انا كندير. مثلا كي اغلبيه كنتاخذوا لابو ديالي وصافي. اول حاجه هادوك الناس كيكون ناقصهم واحد شويه، ماشي شويه بزاف، ديال الكونفيونس في راسهم هما الاولين. حتى ما كتمشي تنتقد داك الانسان ولا ديك الانسانه، حتى كتعرف لراسك انك ما مقادرش تواجهها لا بوجهك لا بوالو، كتمشي مورا السوشيال ميديا باش تخرج هذاك الكبت اللي عندك لداخل في لي ميساج، وهادي ماشي حاجه زوينه نهائيا وصافي. سولونا بزاف هاد السؤال بزاف صراحه، كنا فكرنا فيها ولكن في الاخر ما اقتنعناش بها 100%، ما اقتنعناش. علاقتنا كاملين قبل ما يكونوا يوتيوبرز هما صحابنا صديقات ديالنا والاصدقاء ديالنا، اللي منا كنجد لهم التحيه اللي كاينين وحتى اللي ما كاينينش، وما كرهتهمش يكونوا معنا بيان سور في هذا النهار. علاقتنا صراحة زوينة بزاف، ما كتجمعناش غير مثلا اللي كيخليوها بزاف هاد المهنة هادي، والحمد لله ما صديقات قبل ما يكونوا يوتيوبرز. ويو الحاجة الزوينة ديال بزاف الناس قربوا لينا من وراء بدينا كنديروا اليوتيوب، والحاجة الزوينة هي ملي كتلقاي الناس اللي قلبهم بياض وباغي لك الخير، هادي هي أحسن حاجة وقات لينا مما اللي درنا كاع هادشي. صداقي ماشي فلوس، صداقي واحد السيد اللي وفى بالوعد ديالو وكان راجل معايا وراجل بكلمته، وهذا هو صداقي. انا ما اديش مع الرومانسيه، ما كنكونش حنين، ما كنعرفش نبين هذاك الشيء اللي كنحس به، ولكن انا كنحس به. المهم الحاجه اللي باغي نقول لها راه كنبغيك من قلبي، و غنبقى نبغيك حتى نكملوا حياتنا ان شاء الله. الفرحه، هذا دموع الفرحه، ماشي شي حاجه، بالعكس دموع الفرحه اللي من قبيله وانا حابساها وخرجت بسبب هضرته. شكرا بزاف لكاع الناس اللي كتبعونا، و شكرا فريمون بزاف، الا شكون ما كانوش هما اصلا ما غاديش يكون كاع هادشي بسببهم. دوزنا بزاف د الحوايج زوينين، وان شاء الله غنكملوا معاهم وغنشاركوا معاهم اي حاجه غنديروا من هنا القدام. بصح كيف قال محسن، بسببكم حنايا هنا في هذه اللحظه، وسببكم كنهضروا مع مجله اللامولاتي، وشكرا بزاف على الاستضافه ديالكم، وشكرا الناس اللي متبعينا اللي بسببهم كنا في المستوى هذا، وسببهم انا ومحسن زدنا عرفنا بعضياتنا بزاف، حيت كانوا كيطراو شي حوايج بسبب المتتبعين ولا بسبب هضرتهم ولا كذا اللي كتخلينا نتقربوا من بعضياتنا. ما تنساوش تزورونا على الصفحه الرسميه ديال لاله مولاتي وتضغطوا على سبسكرايب باش توصلوا بكل جديد.